في سويسرا علشان أكيد يطمئنوا على الأسرة وعلى أسرهم، لكن هيعودوا إن شاء الله مع بداية التدريبات. وبكده إن شاء الله الأهلي يستعد بقى جيدا في معسكر داخل مصر احنا بنسميه معسكر، اللي هيكون موجود الفترة اللي جاية دي إن شاء الله لمباراة يوم 29 أمام النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر في استاد رادس بالعاصمة التونسية. طيب هنروح لتليفون مهم جدا 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 للاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي. يا استاذ شريف برحب بحضرتك. الو الو، مساء الخير يا استاذ شريف، ازي حضرتك؟ مساء النور. زي كابتن انا عمر مع حضرتك يا فندم. عمر ازي حضرتك يا استاذ شريف، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله صديقي. معلش احنا لسه في غرفه مجلس الاداره. بالظبط انا عارف اعضاء مجلس الاداره لسه موجودين، واحنا تقديرا للنادي الاهلي والبرنامجك يعني والجمهور وقناه النادي الاهلي العريض، كنا حريصين ان نطلع الساده المشاهدين وجمهور النادي الاهلي على اهم قرارات مجلس الاداره اللي صدرت اليوم في الجلسه اللي انعقدت برئاسه الكابتن محمود الخطيب قبل ما يغادر الحقيقه الى مطار القاهره، طائرته تقلع ان شاء الله في الثانيه صباحا الى باريس للاطمئنان على فقرات الظهر والعرض على طبيب اخر بالاضافه للطبيب الالماني، ان شاء الله يعود يعني سالما غانما معافى باذن الله يوم 21 نوفمبر الجاري، يعني هيقضي 10 ايام تقريبا يا عمر باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله يرجع بألف مليون سلامه، واكيد طبعا حضرتك تطلعنا على اخر الاخبار الخاصه بقرارات مجلس الاداره بعد اذن حضرتك. الحقيقه انه هذه الجلسه كانت جلسه متوقعه، كان حريص الكابتن محمود الخطيب على توجيه الشكر لاعضاء مجلس الاداره زملائه في المجلس وايضا الاداره التنفيذيه وقطاعات النادي المختلفه الرياضيه منها والتنفيذيه على ما بذل من جهد خلال الفتره السابقه، والحقيقه تفاني الجميع اللي كانوا بيعملوا تحت ضغوط كبيره جدا من اجل الارتقاء بالمستوى المهني والاخلاقي وترسيخ مبدا الاهلي فوق الجميع، وللحقيقه يعني مفهوم انكار الذات، متمنيا لجميع عائله النادي الاهلي التوفيق ومطالبا يعني الجميع ايضا بذل المزيد من الجهد خلال الفتره القادمه ليكون المجلس والقطاعات المختلفه والاداره التنفيذيه عند حسن ظن الجمعيه العموميه وايضا جمهور الاهلي العظيم، ووجه التهنئه لعموم الشعب المصري ولاعضاء المجلس والجمعيه العموميه وكافه الاجهزه الرياضيه والعاملين بالنادي بمناسبه مولد المصطفى رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه اللي بتحل اليوم يا عمر طبعا سنه والجميع طيب حضرتك بصحه وسلامه. عندنا الحقيقه مجموعه من القرارات، نبدا بقرار مهم جدا وهو يتعلق بالموافقه على سفر الدكتور محمد سراج عضو المجلس، الحقيقه وهو له اهتمام وضع كبير حتى قبل الانتخابات بمشروع استاد النادي الاهلي على اعتبار انه هذا هو الحلم اللي بينتظره الجماهير وهو واحد من اهم محاور الحمله الانتخابيه في برنامج عائله الاهلي اللي دخل به الكابتن محمود الخطيب الانتخابات. الدكتور محمد سراج هيسافر الى لندن خلال الفتره من 25 الى 29 نوفمبر للمشاركه في مؤتمر ويمبلي للاستادات لعرض مشروع وتجربه استاد الاهلي الحقيقه اللي يعتبر جاهز ومكتمل الان، بدعوه من الاداره الخاصه بهذا الملتقى العالمي والسنوي الكبير اللي بيشارك فيه عدد كبير من الانديه الكبرى وايضا الشركات العالميه بهدف تبادل الخبرات وكمان التعاقدات الخاصه بالاستادات الجديده حول العالم. في هذا الاطار يا عمر هيكون في نقطه مهمه تتعلق في الدكتور محمد سراج بعد الحقيقه العوده وفي اجتماع مجلس الاداره القادم وبناء على تكليف من الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، فتم تكليف اللجنه اللي برئاسه الدكتور محمد سراج بتقديم الرؤيه الكامله وعرض التصور الخاص عن مشروع استاد الاهلي خلال الفتره الماضيه، خصوصا انه هذه اللجنه عملت على مدى سنتين او يزيد بخصوص الدراسات الفنيه والماليه المتعمقه وعمليه التمويل وازاي جمهور الاهلي يشارك وامتى ننطلق والمكان فين، فالصوره اصبحت مكتمله وفي تنسيق في كل الاتجاهات بهذا الخصوص، وبالتالي هذه الصوره ستعرض كامله على مجلس اداره النادي الاهلي في اجتماعه المقبل بعد عوده الكابتن محمود الخطيب ان شاء الله من فرنسا في رحله علاجه، وبالتالي
يكون في اخبار طيبه بشان يعني الانطلاق الحقيقي لهذا المشروع وتفاصيله، وازاي يعني ابناء النادي الاهلي والمستثمرين والشركات المختلفه وكل الراغبين في التعاون ان هم يشتركوا في يعني هذه الملحمه ان شاء الله، لانه سيكون يعني هو التحدي الحقيقي والمشروع الاكبر لمجلس اداره النادي الاهلي باذن الله. ايضا يا عمر طبعا انت عارف الامور المتعلقه بالتصديق على محضر اجتماع الجلسه الماضيه طبعا. كان رقمها 15 وانعقدت يوم 4/10/2019، وكمان المكتب التنفيذي المنعقد يوم 4/11، وتم اعتماد تقرير مجلس اداره النادي خلال الفتره من 1/7/2018 حتى 30/6/2019. ايضا تم عرض الاقتراحات المقدمه من الساده الاعضاء على الجمعيه العموميه، وتم عرض الميزانيه التقديريه الخاصه بمصروفات الجمعيه العموميه لعام 2019. يعني افاجئك وافاجئ جمهور النادي الاهلي انه ميزانيه النادي الاهلي الضخمه والكبيره اقتربت او زادت عن 2 مليار جنيه. بسم الله ما شاء الله في اجتماع الجمعيه العموميه ان شاء الله القادمه بالتفصيل، والانفاق والايرادات والطائف كل حاجه هتعرض على الساده اعضاء مجلس اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي يوم 22/23 نوفمبر ان شاء الله. ايضا تم اعتماد قرار رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب بشان تفويضه في اتخاذ القرارات العادله في جلسته الاولى المستمره اللي هو الاجتماع الاول والمنعقد بتاريخ 9/12/2017، وقد قرر الكابتن في 4/11/2019 الموافقه على تكليف الكابتن جوهر نبيل عضو مجلس الاداره برئاسه بعثه فريق الدرجه الثانيه بنين للجمباز للمشاركه في بطولة ليبرز الدولية في تشيك خلال فترة من 26/11 إلى 1/12/2019. كمان تم عرض القرارات المجمعة والمعتمدة من لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم السبعة لقطاع كرة القدم على مجلس الإدارة خلال فترة من 8/9/2019 إلى 9/11/2019. خليني أقول لك إيه هي القرارات المجمعة دي لأنها مهمة وتم الحقيقة جمهور النادي الأهلي يعرف. اولا الموافقه على العرض المقدم من نادي النجم الساحلي لتسويه مستحقات النادي الاهلي على اللاعب السابق للفريق الاول لكره القدم الاغواري سليمان كوليبالي، متضمنه سداد الكامل المبلغ لصالح النادي الاهلي والمستحقه عن عدم استكمال اللاعب بتعاقده عن موسم 2016/2017. فالاهلي الحقيقه ما حكمت به المحكمه الرياضيه كله ان شاء الله يدخل خزينه النادي الاهلي، والمجلس اعتمد هذه التسويه للحصول على الحقوق كامله غير منقوصه. ايضا تم اعتماد تجديد تعاقد عدد من اللاعبين الناشئين الموهوبين في مختلف فرق قطاع الناشئين. كمان الموافقه على التقرير العام لقطاع كره القدم لموسم 2018/2019، وايضا واخيرا الموافقه على بدء اتخاذ الاجراءات يعني القانونيه لحفظ حق النادي الاهلي بخصوص حقوق الرعاية المستحقة عن لاعبي. أخذك أيضا ب عندنا الحقيقة اهتمام بالمحاضر الخاصة باجتماع لجنة الشؤون العضوية. أنت عارف أن مجلس الإدارة في اجتماعه السابق خد قرار برفع قيمة رسوم العضوية للنادي الأهلي للمقر الرئيسي في الجزيرة ومدينة نصر والفرعين في الشيخ زايد والتجمع الخامس، وبالتالي ما زال هناك فرصة كبيرة للراغبين في الانضمام إلى أسرة النادي الأهلي أن يتقدموا خلال الشهور القليلة الحالية للاستفادة من الأسعار القديمة، وهي 175,000 للشيخ زايد اللي هيصبح 250,000، 200,000 للتجمع اللي هيصبح أيضا 250,000، 500,000 للعضوية الكاملة الجزيرة ومدينة نصر وهتصبح 750,000. لدينا أيضا التقرير اللي سيتم عرضه على الجمعيه العموميه، اللجنه المشكله برئاسه السيد الاستاذ طارق قنديل عضو المجلس بذل جهد خرافي الحقيقه هو والساده المعاونين به او الاعضاء في هذه اللجنه من الاداره التنفيذيه والقانونيه من اجل الاعداد الوافي والدقيق للتقرير والكتيب الذي سيطرح على اعضاء الجمعيه العموميه. والشكر جزيل وموصول الحقيقه للاستاذ طارق قنديل ولجميع اعضاء اللجنه على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية، وإن شاء الله الجمعية العمومية تشوف حاجة راقية ومحترمة في اجتماعها يوم 22/23 يعني. خلينا أخذك بقى الحقيقة الموضوعات الرياضية أيضا لكنها موضوعات مهمة وشغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية. لعل أبرزها هو الموافقة على مشاركة الفريق الأول الكرة الطائرة رجال
في البطوله العربيه التي تستضيفها القاهره من 16 الى 28 فبراير المقبل، ويشرف على تنظيمها الاتحاد المصري للكره الطائره. ما اود ان اقوله هنا، ومجلس الاداره الحقيقه يعني بحث بعنايه موضوع تداعيات مباراه كره السله بين النادي الاهلي والزمالك في كاس مصر عمر، لانه الحقيقه مجلس الاداره ابدى استياءه الشديد من قرارات الاتحاد المصري لكره السله الخاصه بهذه المباراه وما شهدته عن خروج الحقيقه من خروج عن النص وعن الروح الرياضيه. واحتفظ المجلس بحقه في الاعتراض والتظلم على هذه القرارات وحفظ حقوقه، وكذا قراره بالتصعيد الى اي جهه يعني طبقا للوائح الاولمبيه اذا استلزم الامر. النادي الاهلي الحقيقه بيدق ناقوس الخطر، ومجلس ادارته بقياده الكابتن محمود الخطيب بشان هذا السلوك غير القويم والتجاوزات غير المسبوقه داخل الساحه الرياضيه، والتي تاتي انعكاسا كما نعلم جميعا بعدم الالتزام وتجاوز بعض المسؤولين المتواجدين وربما المحسوبين على الساحه الرياضيه. هذه التجاوزات التي تؤجج نيران التعصب بين الجماهير، وهنا مجلس اداره النادي الاهلي بيؤكد انه لا يقبل المزايده على تمسكه الدائم وعلى مر العصور بالقيم والمبادئ والمثل والاخلاق الرياضيه دون النظر او مراعاه النتائج والضغوطات التي تترتب على اي قرار اخلاقي بيتخذه، وليس بعيدا كما تعلم يا عمر مجموعه القرارات التربويه والاخلاقيه اللي اتخذت مؤخرا سواء في موضوع لوتر بولو او لاعبي تنس الطاوله اللي تم ترحيلهم وغيره. الحقيقه يعني التاريخ مليء بمثل هذه القرارات التربويه. ايضا واخيرا المجلس طبعا شاف واطلع على هذه الاحداث اللي شهدتها المباراه وبعدها وجميع المواد الفنيه المسجله والتي اظهرت بوضوح وبما لا يدع مجالا للشك من الطرف المسؤول عن التجاوز وتطور الاحداث لما قالت اليه في نهايه المباراه والخروج عن النص بهذا الشكل يعني. فيعني هذا كل ما لدينا من قرارات لمجلس اداره النادي الاهلي وبعمر. بس طبعا بشكرك شكرا جزيلا استاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس اداره النادي الاهلي على وجود حضرتك معنا، وكالعاده دايما كل ما هو جديد وخاص بالنادي الاهلي او اجتماعات مجلس الاداره والقرارات دايما حضراتكم بتسمعوه وبتشوفوه.